لو النبي يا بيسا ما تفسريش في وشي، ده انا نفسي افرح بيكي. افرح البقيه يا خالتي بقى، ما خلاص. اسم الله يا اختي. ازيك يا بيسا؟ كويسه. لو سمحتي عاوز اولعه باكو بسكويت. عيني يا اخوي. بقول لك ايه يا بيسا، ما تيجي اخرجك كده يعني عشان تغيري جو. لا مش طالبه معايا، انا اقعد هنا في الكشك مع خالتي. ما اصل انا كنت عايزك بصراحه في حوار مهم. حوار ايه؟ ما تقول هنا. بصي يا بيسا بصراحه، ربنا يعوض عليك يا بيسا يا حبيبتي. ايه ده؟ ربنا يعوض عليكي. هو انت ضايع منك حاجه؟ بيسا بقول لك ايه، بالنسبه للبدله اللي انا ماجرها عشان فرحكم، ارجعها ولا تصفوا وتصرحوا كده اخليها؟ الهي تولع يا بعيد، انت لحقت تنشر الحوار؟ انت مفيش فايده فيك خالص. ما كان لازم اقول للحاره كلها يا بيسا عشان يعني لو حد عايز يتقدم لك ولا حاجه.